وضعية إدماجية بعنوان فضل المعلم. المقدمة: العلم هو المعيار الذي نقيس به تطور الأمم وتقهقرها، والمعلم هو اللبنة الأساسية في بناء صرح مجد وازدهار الأمة، لما له من دور في تنشئة الأجيال على الأخلاق الفاضلة والعلوم النافعة. العرض: يستقبل المعلم فلذات أكباد الناس، فيزرع فيهم التربية والأخلاق الحسنة، ثم ينير عقولهم بشتى المعارف والعلوم النافعة، ويعودهم على حسن التفكير والتعبير والإبداع، فيبدأون في ارتقاء سلم العلم الذي سيجعل منهم في المستقبل جيلا متخلقا مثقفا ومنفتحا، يعمل بعلمه ومعارفه في سبيل تطوير وطنه ورقيه وازدهاره، فيبقى هذا الوطن دوما متطورا طالما اهتممنا بتنشئة الأجيال على التربية الحسنة وحب العلم والتعلم. الخاتمة: إن تقدير المعلم واحترامه من سمات المجتمعات المتطورة التي أيقنت أنه لا مكانة لها إلا بالعلم، فإذا أردنا أن نلحق بهم فعلينا بالاهتمام بالعلم، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وتقول الحكمة: العلم رأس مال لا يفنى.